فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. وأما القسم الثاني من الاختلاف المذكور في كتاب الله فهو ما حمد فيه إحدى الطائفتين وهم المؤمنون وذم فيه الأخرى، كما في قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، إلى قوله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا. فقوله ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر حمد لإحدى الطائفتين وهم المؤمنون وذم الأخرى. نعم، قال الله جل وعلا يعني النوع الثاني من الاختلاف هو اختلاف التضاد، وهو الذي يذم فيه أحد الطرفين ويحمد الآخر، يحمد الذي على الحق ويذم الذي على الباطل. منه قوله تعالى في هذه الآية تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هذا فيه دليل على أن الرسل يتفاضلون وأن بعضهم أفضل من بعض بلا شك، وأفضلهم الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الخليلين محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل الرسل بعضهم أفضل من بعض. منهم من كلم الله وهو موسى عليه الصلاة والسلام، ميزه الله بأن الله كلمه مباشرة بدون واسطة، وأما بقية الرسل فإنه يوحي إليهم بواسطة الملك، فهذه خصيصة لموسى عليه السلام أن الله كلمه بدون واسطة وسمع موسى عليه السلام كلام ربه عز وجل، هذه مرتبة لم ينلها إلا موسى عليه السلام. فهذا دليل على أن الرسل يتفاضلون فيما بينهم، ولكن ليس معنى هذا أننا نتنقص المفضول، وإنما نذكر التفضيل من باب التحدث بنعمة الله عز وجل دون أن نتنقص المفضول. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تفاضلوا بين الأنبياء، بمعنى لا تفاضلوا بينهم مفاضلة تحمل على تنقص المفضول. وقال صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس ابن متى، فلا شك أن محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل، ومع هذا قال لا تفضلوني على يونس، لأن إذا كان هذا من باب تنقيص المفضول فهو لا يجوز، أما إن كان من باب التحدث بنعمة الله وبيان الواقع وأن الرسل يتفاضلون وأن المؤمنين يتفاضلون وأن الصحابة يتفاضلون فيما بينهم فهذا شيء واقع، لكن لا يحمل هذا على تنقص المفضول والمفاخرة بالفاضل، إن هذا شيء لا يجوز. منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، هذا مما فضل الله به عيسى بن مريم عليه السلام، أنه روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم، وأن الله أيده بجبريل بروح القدس، وأنه يحيي الموتى بإذن الله، وأنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، هذه من خصائص عيسى عليه الصلاة والسلام. ورفع وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ثم قال سبحانه وتعالى وهذا محل الشاهد ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. لو شاء الله جل وعلا ما حصل بين الذين جاءوا من بعد الرسل قتال فيما بينهم، فوقوع القتال هذا بإذن الله وإرادته الكونية ومشيئته الكونية، لأن المشيئة لا تكون إلا كونية بخلاف الإرادة فإنها تكون كونية وتكون شرعية، فالمشيئة لا تكون إلا كونية، فلو شاء الله ما اقتتلوا، فدل على أن اقتتالهم إنما هو بقضاء وقدر من الله وأن الله قدر ذلك عليهم عقوبة لهم. ليه؟ لأنهم اختلفوا. نعم، فلما اختلفوا سلط الله بعضهم على بعض، فهذا فيه ذم الاختلاف الذي هو من النوع الثاني الذي هو اختلاف التضاد، أن هذا ذم، لأن الله لما اختلفوا اختلافا غير مأذون به شرعا، لأنهم جاءتهم البينات فما كان لهم أن يختلفوا، لو أنهم أخذوا بالبينات ما كان لهم أن يختلفوا، لكنهم تركوا
الشرع وأخذوا بآرائهم وعقولهم فاختلفوا، ثم أدى هذا إلى القتال فيما بينهم وأن يقتل بعضهم بعضا. فهذا دليل على أن اختلاف التضاد يؤدي إلى الاقتتال وسفك الدماء. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفرق والاختلاف، وأمر بالجماعة والسمع والطاعة لأجل حقن الدماء واجتماع الكلمة. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. هذه مصيبة عظيمة، دل على أن اختلاف التضاد يؤدي إلى الكفر، يؤدي إلى الكفر، وأن من ثبت على الحق فهو مؤمن، ومن ترك الحق وذهب معه فهو كافر. ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله كرر سبحانه وتعالى ليؤكد أن ما يقع في هذا الكون من خير أو شر أنه بإرادة الله ومشيئته، وأنه بقضائه وقدره، وأنه لا يقدر إلا ما فيه الحكمة، وهو الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها. فلو أنهم اتبعوا البينات واتبعوا ما شرع الله ما حصل بينهم اختلاف، اللهم إلا خلاف التنوع، وهذا لا يضر. أما اختلاف التضاد فلا يقع مع التمسك بالكتاب والسنة أبدا. نعم، أحسن الله إليكم الشيخ. قبل أن نغادر الآية، في حديث الإسراء، هل النبي صلى الله عليه وسلم محمد سمع من كلام الله؟ نعم، لكن هذه واقعة واحدة. وأما موسى عليه السلام فقد سمع كلام الله في كل فترة رسالته.